السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج حياتنا هذا البرنامج يأتيكم يوميا من الأحد للخميس من الساعة 7 إلى الساعة 8 طبعا نتكلم عن العديد من الفعاليات المواضيع اللي تخص وتهم أكيد المجتمع القطري مجتمعنا بداية أنا أكيد نمسي عليكم بالخير ونمسي على زميلي وأخوي عبد الله مساك الله بالخير مساك الله بالنور والسرور ومساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام حلقة جديدة إن شاء الله تكون مليئة بالمواضيع مميزة ونتكلم اليوم عن الخريجين ونبارك لهم خلال من خلال تخرجهم اليوم وراح نستضيف إن شاء الله المتفوقين في جامعة قطر واللي تخرجوا اليوم من خلال الجامعة خلنا نبدأ وياكم مشاهدينا الكرام أولى أخبارنا لهذا اليوم حيث تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فشمل برعايته الكريمة حفلة تخريج الدفعة السابعة والأربعين دفعة 2024 من طلاب جامعة قطر بمجمع الرياضات والفعاليات بالجامعة. وفيما سترعى سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم ال ثاني حرم سمو الأمير حفل تخريج الطالبات المتفوقات صباح غد الموافق 9 مايو الجاري. وأكدت الجامعة أنه سيتم تخريج من استكمل متطلبات التخرج بنهاية الفصول الدراسية صيف 2023 خريف 2023 شتاء 2024، والمتوقع أيضا تخرجهم للفصل الدراسي ربيع 2024. لافتة إلى أن مجموع خريجي هذه الدفعة بلغ 3738 طالب. منهم 2373 من الخريجين القطريين يعني مثل ما شفنا في هذه اللقطات سمو الامير وهو يخرج هذه الدفعه من الطلاب طلاب جامعه قطر وخريجين جامعه قطر طبعا نتمنى لهم التوفيق كلهم وبكره ان شاء الله راح يتم تخريج طالباتنا واخواتنا ان شاء الله ايضا من جامعه قطر فنتمنى التوفيق اكيد لكل الخريجين أكيد. مبارك لهم ومشاعر جدا جميله الواحد يعيشها من خلال تخرجه من جامعه قطر او اي جامعه وحين هذه الفتره قاعدين نشوف تخرج تخرج وحفلات تخرج للكل كل من درس في الجامعات الموجوده في دوله قطر فنبارك لهم هذا التخرج الى موضوع اخر وخبر اخر مشاهدينا الكرام حيث شهدت صاحبه السمو الشيخه موزه بنت ناصر رئيس مجلس اداره مؤسسه قطر للتربيه والعلوم وتنميه المجتمع حفله تكريم خريجي مؤسسه قطر دفعه 2024 حضر الحفل س سعادة الشيخة هند بنت حمد الثاني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والرئيس التنفيذي للمؤسسة وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وكبار المسؤولين ورؤساء وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية للجامعات وأولياء أمور الخريجين وشهد الحفل تكريم 953 خريجا وخريجا من صناع التغيير الإيجابي من جامعات منظومه مؤسسه قطر التعليميه وشكل لحظه انطلاقهم في مرحله جديده من حياتهم. نتابع مع بعض هذه الفقره المسجله لتقرير لتخريج طلاب جامعات المؤسس مؤسسه قطر. كده مشاهدينا الكرام نبارك لهم هذا التخرج واليوم احنا نشوف يعني نقول عبد الرحمن ان هذه بدايه ورحله انطلاقه لمزيد من التميز، قاعدين نشوف طلاب تخرجوا في البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه في كل التخصصات والدراسات العليا، يعني شيء جميل امس احنا استضفنا شخص ما شاء الله بعمر كبير ولكن درس واجتهد على اساس انه تكون عنده شهاده ويوصل لهذه المرحله. وتخرج بتفوق ايضا اكيد يعني مثل ما تشوف لما تشوف مثل هالشخص مثلا خلينا نقول بعمر كبير شوي يدخل يدرس يكمل دراسته لين ما يتخرج تشوف فرحته شلون هلا ايضا شعور لها الربع الاصحاب فشعور جميل جدا صراحه فنتمنى اكيد التوفيق للجميع ومبارك لكل الخريجين والخريجات وهو صحيح أنه خلينا نقول أربع سنوات أو سنتين أيا كان لكن من تبدا الدراسه خلاص راح تمر هذه السنوات ويمر التعب وراح تحصد هذا التعب ان شاء الله بفرحه وشهاده. نقول احنا ان التخرج او الدراسه ما لها عمر معين، الكل يقدر يدرس ويوصل للمرحله اللي يبيها. مشاهدينا الكرام، كشف الدكتور حارب محمد الجابري القائم بمهام وكيل الوزاره المساعد لشؤون التعليم العالي عن انطلاق برنامج التخطيط المهني والارشاد الاكاديمي لطلاب الصف التاسع خلال العام الاكاديمي. القادم 2024-2025 الذي يراعي رغبات الطالب الأكاديمية والمهنية وقدراته مع متابعته خلال الصفوف الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر ليكون مستعدا للابتعاث وفقا للتخصص والقدرة مع تخصيص برنامج خاص للمتفوقين من الصف التاسع لإعدادهم إعدادا جيدا للالتحاق بجامعات النخبة والجامعات الأجنبية وكشف أيضا الدكتور الجابري على هامش الملتقى السنوي الثاني للمرشدين الاكاديميين الذي يهدف الى تسليط الضوء على مستجدات خطه الابتعاث الحكومي للعام الاكاديمي 2024/2025 عن قبول 1500 طالب ضمن برامج ابتعاث الوزاره خلال العام الماضي في مختلف التخصصات وذلك خلال ثلاث مسارات فقط متوقعا تضاعف اعداد المبتعثين خلال العام الدراسي الحالي لتفوق الرقم المعلن. إن احنا قاعدين نشوف وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي من خلال هذه الملتقيات والمنتديات اللي يقيمونها بان نشوف ان في اهتمام بالطالب وتجهيزه للابتعاث في الجامعات الاميريه والجامعات الاجنبيه، فمهم جدا ان الطالب من مرحله ثانويه يعرف شنو التخصص اللي يبيه، يعرف الجامعه اللي هو ان شاء الله ناوي يلتحق لها. اكيد يعطيهم العافيه ونشوف اهتمامهم على اه اهتمامهم للطلاب انهم خلاص من قبل لا ينتهي. من المرحلة الثانوية يكون مجهز للمرحلة الجامعية مشاهدينا خلونا نواصل معكم فرحة الخريجين بإنجازاتهم وتفوقهم الأكاديمي خلونا نتابع معكم هذه الفقرة اللي كلها فرحة فنتابع وياكم السلام عليكم ورحمه الله معكم الطالب عبد الرحمن عبد الله مطيل العنزي خريج كليه القانون هدفي ان يكون نبراسا للعداله في دولتي الحبيبه قطر تخصص القانون هو من اسمى التخصصات خصوصا في العالم في دولتنا قطر يتميز باكثر من ميزه يعني يتميز بنصره المظلوم واستخلاص الحق وايضا جلب الحق للضعيف وايضا يتميز بيكون الشخص ميزات اخرى مثل الفطنه والذكاء وايضا الحلم والصبر وايضا يتميز بان يكون الشخص قيادي وان يكون الشخص ذو همه عاليه اسمي عبد العزيز محمد الفردي خريج كلية القانون وهدفي اني اخدم بلادي على اكمل وجه وأنه يكون لي دور فعال في المجتمع القطري. انا صراحة انا عشت حياة الجامعة بتعب ووناسة بنفس الوقت. وانا صراحة عندي نصيحتين حق اي طالب جديد في الجامعة ممكن تفيده النصيحتين حتى يكون اول طريق له أن يتميز اول نصيحه هي ان اختار اصدقائك بعنايه يعني اختار الشخص الاصدقاء اللي ترافقهم اللي مهتمين في الدراسه ويحثونك على الدراسه لا تختار الاصدقاء اللي ممكن يشغلونك عن الدراسه فاختار صديقك الصح كما كما يقول البعض يعني ان الصاحب صاحب اما بالسوء ما بالخير ف... والنصيحه الثانيه ان لا تخلي اعمالك او دروسك تتراكم عليك فحتى لو تخصص كل نص ساعه في في كل يوم افضل من شخص يخصص عشر ساعات قبل الامتحان بيوم واول مره يدرس الماده أنا الخريج علي إبراهيم علي من كلية القانون من جامعة قطر أسعى أن أكون رجلاً من رجالات القانون وان اخدم وطني في المجال القانوني. كوني خريج جامعه قطر العريقه الجامعه الوطنيه الوحيده في دوله قطر التي تخرج منها اجيال من القاده والوزراء والرؤساء آه وكوني تشرفت ان اكون خريج آه من جامعه قطر ستمثل لي ضمان وكافه آه ومقعدا لي في كافه الوظائف المرموقه في دوله قطر لرد الدين الدين آه لبلادي ووطني. شهدان الكرام تفضل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى فشمل برعايته صباح اليوم حفلة تخريج الدفعة السابعة والأربعين دفعة 2024 من طلاب جامعة قطر وهذا وسيشهد يوم الغد الخميس في تمام العاشرة صباحا وبحضور ورعاية حرم سمو الأمير الشيخ جواهر بنت حمد بن سحيم الثاني حفل الخريجات المتفوقات وبهذه المناسبة نشارك الخريجين أكيد فرحتهم واحتفالا وتقديرا منا أكيد يسرنا نستضيف كل من الدكتور عمر عثمان الخطيب عضو هيئة تدريس بالجامعة قسم العقيدة والدعوة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية حياك الله معنا وايضا حريف حفل حفل البنين حياك الله الله وايضا معنا الطالب محمد العمادي خريج امتياز مع مرتبه الشرف الاولى والاول على تخصص الماليه والاقتصاد حياك الله معنا الله هيك. يا مرحبا وايضا معنا الطالبه لولو البرشيد الطالبه المتفوقه في كليه الاقتصاد حياك الله معنا ومبارك م. لكم اكيد هذا التخرج حياكم الله حياكم الله دكتور خلنا نبدا وياك اول شيء لك التخرج واليوم احنا نتكلم عن وصفك عضو هيئه تدريس في جامعه قطر، وايضا اليوم كنت عريف الحفل للطلاب الخريجين من جامعه قطر، فشنو يعني لك هذا الشيء؟ شنو يعني لك التخرج اليوم وانك تكون عريف الحفل؟ جزاك الله خير، اولا اشكر لكم هذه الاستضافه و الله خير على تهنئتكم وتبريككم، حقيقه هذا يوم مميز، مميز بالنسبه لي لان استطيع ان اجمع بين شعور الطالب وشعور لاني تخرجت من عهد قريب يعني مو باليوم لكن تخرجت من من سنتين ثلاث. فيعني وشعور كذلك عضو هيئه التدريس اللي عنده طلاب على وشك التخرج او تخرجوا. فيعني الطالب هذا اليوم بالنسبه له يوم مميز، المرحله او الرحله التعليميه رحله فيها مشاق، فيها ما فيها مصاعب، فيها صعود ونزول. طلابنا يعني حاليا حتى كثير من الطلاب اصبح لديهم وظائف واعمال. بعضهم لديهم اسر، هذه كلها اعباء على الطالب، فانتظارهم لهذا اليوم، يوم التخرج، يوم التكريم، هذا هو اللي يخفف عليهم الاعباء في هذه الرحله الطويله اللي هم ماشيين عليها، فيعني هذا اليوم يوم مميز، يوم فرحه، يوم مشهود، يعني كثير من الطلاب، الاباء والامهات، والاسر، المعارف، جميعا يعني في يوم فرحه بحصول هذا الانجاز، بتتويج الانجاز اللي تحصل عليه الطالب. بعد هذه الرحله الطويله رحله رحله التعلم جميل جميل اخوي محمد طبعا خريجنا مبارك لك اكيد طيب. هذا الانجاز خريج امتياز مع مرتبه الشرف الاولى والاول على تخصص الماليه والاقتصاد اليوم نبي نتكلم عن شعورك بهذا الانجاز اللي حققته والتفوق طبعا وحصولك على الاول الحمد لله طبعا هذا من فضل الله وقبل كل شيء انا اود اوجه رساله شكر لتلفزيون قطر والقائمين عليها مشاركتنا هذا الانجاز ومشاركتهم فرحتنا معنا. تستاهلون. يعني. للامانه هذا سؤال صعب ومحير في نفس الوقت. أه هو مفرح لان شعوري مزدوج بين الصراحه، مم. هو مفرح لان انا الحمد لله مستانس انه قدرت اني احقق هذا الانجاز وهذا الامتياز، وفي نفس الوقت شوي محزن لان هذه الفتره الذهبيه من حياتي الجامعيه مم. وصلت يعني الى نهايه فأشرفنا على النهايه فبالتالي يعني في شعور مزدوج مثل ما تقول. لكن كل اللي اقدر اقول ان الحمد لله من قبل ومن بعد الحمد جميل لله جميل. تستاهل تستاهل الله واليوم ننتقل آه الى آه لؤلؤ البرشيد وانت احد الطالبات المتوقعات في كليه آه الاقتصاد بكره ان شاء الله حفل آه إن شاء تخرجكم بارين. وان شاء الله جاهزين لهذا الحفل خلينا اليوم نتكلم عن اختيارك لهذا آه التخصص شنو السبب اللي انت اخترتي فيه هذا التخصص انا يعني من البدايه من كنت في اول ثانوي وانا حابه التخصص يعني دخلت الثانويه قطر المصرفيه فكنت ادرس اكاونتنج من أول سنة وكملتها في الجامعة مم. يعني نفس الطريق لأن أنا يعني من من بدايته أنا حبتها لأن بعد ممكن تأثير من أمي أمي بعد نفس الشيء كانت إدارة اقتصاد ممكن يعني اثرت عليك الوالده خلتك تختارين هالتخصص التخصص حلو, يعطيك حلو, حلو يعني. انك تشوف مثلا تقتدي بالوالدة او الوالده وتكمل على نفس مشواره طبعا مبارك لك اكيد اخت لولوه دكتور يعني لو نتكلم اليوم نشوف تشريف حضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدة وحرصه الدائم على انه يكون متواجد في خلينا نقول حفل كل تخريج دفعه، اليوم لما نتكلم شنو هذا الشيء اللي مثله حضور سيدي صاحب السمو؟ حضور سيدي صاحب السمو حقيقه هذا ينم على اهتمام القياده بالمسيره التعليميه يعني صاحب السمو حفظه الله يعني يحضر من طوال عهد الميمون الله يطول في عمره يحضر حفلات التخرج دائما يعني حضور حفلات التخرج هذا شيء ثابت في جدول صاحب السمو، هذا ينم على اهتمام القياده وانعكس هذا الاهتمام كذلك على الطلاب. يعني الطلاب الان اذا اذا عرف انه اذا صار من المتفوقين من المتميزين سيحظى بشرف انه يصافح صاحب السمو، مم. هذا يدفع انه يعني يهتم بزياده على انه يرفع معدله يعني نهني طبعا اخونا مم. محمد اليوم تحصل على هذا الشرف انه يعني صافح صاحب السمو، فكثير من الطلاب الان اصبح هذا بالنسبه لهم حلم وطموح انه يعني يستمر فيها في هذا، وكذلك الطلاب اللي تخرجوا الان يعودون مره اخرى بعضهم للدراسات العليا. وايضا هذا الهدف وهذا الطموح امامهم انهم يتحصلون على هذا على هذا التشريف هذا اهتمام حقيقي يعني من القياده واضح وكذلك ما ذكرت يعني انعكس على على الطلاب في مسيرتهم التعليمية أكيد الاهتمام بالتعليم عنصر أساسي في دولة قطر ونشاهد يعني حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في حفل تخريج جامعة قطر وأيضا في حفل جوائز التميز العلمي فنشوف أن الطلاب يحرصون على أنهم يكونون من المتفوقين مثلك محمد يعني إن شاء الله عليك اليوم كنت من المتفوقين وصافحت سمو الأمير اليوم خلنا نتكلم عن اختيارك لهذا التخصص وكونك الأول على هذا التخصص شنو السبب اللي خلاك تختار؟ لو فينا انا لو اعزي اسباب ان انا دخلت هذا التخصص ممكن اعزي السبب لعاملين رئيسيين. <applause> العامل الاول هو تقدر تقول انه فضول معرفي. العامل الثاني هو حس اجتماعي. نبلش بالعامل الاول اللي هو فضول معرفي، يعني انا من يوم ما انا كنت صغير تعرف الامور الماليه والاقتصاد تسمعها سواء على صعيد العائله، سعيد اجتماعي، اخبار، يعني فهاي يعني كان يخليني اسمع امور مثل الاقتصاد، اسواق المال البورصه البنوك آه السياسه النقديه الماليه فكلها على يعني بالك امورنا شنو هذه فهذه حرك فيني الشغف اني انا اعرف هذه الامور يعني ان آه شنو هذه فشفت ان احسن حل ان انا ممكن اتعرف فيها على هذه الامور هو دخولي لتخصص الماليه والاقتصاد لو جينا بنتكلم على العامل الثاني اللي هو الحس الاجتماعي يعني احنا مثل ما احنا عارفين دوله قطر تعتبر هي مثل ما اقول اقتصادات آه <applause> ناشئه صادتنا أشياء خاصه عندنا في المنطقه هني تكون اعتماديتها على مصدر غالبا يكون المصدر الاساسي هو موارد طبيعيه، واحنا عندنا تجاه الدوله تجاه يعني تنويع مصادر الدخل عندنا مثل يعني يبون يشيلون الاعتماد على فقط على مصادر طبيعيه مثل الغاز والبترول وغيره من امور، فبالتالي هني حسيت انه في لا لازم الدوله يكون فيها كوادر اقتصاديه يعني انه على اساس انه ننمي هذه الفكره. ولاحظنا بعد الفترة الأخيرة كيف ان قطر قامت تركز في تنويع مصادر الدخل من خلال انشاء جهاز قطر للاستثمار، التأكيد على الصناعة المحلية اللي صار بعد 2017، بناء نظام مصرفي قوي يجلب الاستثمارات الأجنبية وعندك بعد حتى دول قطر عندها شيء تركز عليه جدا أساسي اللي هي تكون وسيط سياسي معتمد <applause> وعشان تكون وسيط سياسي معتمد لازم يكون عندك ثقل اقتصادي فبالتالي وانطلاقا يعني من وصية سمو الامير الشيخ تيم بن حمد ان قطر تستحق الافضل من ابنائها صار في حسيت مسؤولية على عاتقي انه يعني لازم احنا نشوف هذه التخصصات ونرتقي ببلادنا مع بعض ما شاء الله الله, يعطيك العافيه وان شاء الله نشوفك من خلينا نقول الشباب الطموحين اللي ينهضون اكيد باسم دولتنا الحبيبه قطر اخت لولو يعني لو نتكلم اليوم انت خلاص مشوار الدراسه خلصتي وبالتخرجين مخططات المستقبليه بعد التخرج شنو اللي تطمحين طموحاتك شلون الحين يعني اللي في بالي ان اثبت نفسي في سوق العمل وان اللي درسته كله احطه كله في وظيفتي يعني يعني افيد في دولتي وافيد يعني احصل المكان اللي احس اللي ممكن احس اسوي فيه فرق. حلو. وفي نفس الوقت ممكن ان ان اخذ مثل الشهادات المهنيه اللي لها خص في المحاسبه مثل سي ام اي والسي بي اي وهالشهادات المهنيه. وممكن بعد ان اكمل ماستر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. ان شاء الله عندنا الدكتور عمر اليوم احنا نشوف ما شاء الله جامعه قطر من افضل الجامعات على مستوى العالم وتعتبر في مصاف الدول من ناحيه التعليم ومن ناحيه التدريس ومن ناحيه الكادر الاكاديمي الموجود فيها الطلاب اللي يتخرجون من هذه الجامعه. شنو يمثل لك هذا الشيء كونك انت دكتور في جامعه قطر ويعني عنصر اساسي في هذه الجامعه لتعليم الطلاب اللي نشوفهم موجودين معنا اهم ما يميز الجامعه حقيقه يعني لها مميزات عديده ولكن اهم ما يميزها انها دائما متطوره تسعى م. الى التطور دائما وتسعى الى الارتقاء دائما هذا هذه هذه يعني شيء اساسي في في يعني استراتيجيه جامعه قطر دائما ترسم لنفسها خطط طموحه ولما تصل اليها تحاول ان تنظر الى الى الابعد وكذلك تسير على على هذا المنوال، وهي الجامعه يعني الجامعه العريقه، الجامعه الوطنيه، الجامعه الام، بيت الخبره، بيت المعرفه، بيت العلم في في قطر، وطبعا اخوي محمد يعني اعطانا ملخص عن عن يعني مكانه قطر وما وصلت اليه، فبالتالي الجامعه ايضا تريد ان تواكب هذه المكانه يعني هي تعتبر يعني من الركائز الاساسيه التي تمثل يعني بيت التعليم والعلم الاساسي في قطر. فالجامعه يعني تستقطب افضل الكفاءات دائما، تسعى أن تدخل احدث الوسائل والمنظومات في 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 منهجها في مناهجها التعليميه. نرى الجامعه تتوسع الان تفتح كليات عديده. يعني عدد الخريجين يعني اليوم مثلا نجد عدد الخريجين حول 3000 فوق 3700 خريج ما شاء الله المتميزين منهم يعني 16% وهذا يعني يعتبر عدد كبير جدا يعني بالنسبه لجامعه مصنفه فالجامعه الان يعني دائما ترتقي في مختلف التصنيفات ودائما تواكب كما ذكر والان لها خطه استراتيجيه جديده تسير عليها فجامعه قطر يعني هي نموذج وحقيقه يعني مؤسسه تفخر بها تفخر بها الدوله اكيد اكيد وهذا دليل على اكيد طاقم التدريسي والاداره في جامعه قطر كلها اكيد لمصلحه الطالب والخريجين واخوي محمد يعني لو نتكلم خلال فتره الدراسه اكيد مريت بتحديات، صعوبات واجهتك خلال هذه الفتره، فلو تكلمنا عن الانجازات والتحديات اللي واجهتك وشلون قدرت تتغلب على هذه التحديات؟ نبدا اول شيء بموضوع الانجازات، م. الحمد لله خلال هذه الاربع سنوات الاكاديميه صار في نقله نوعيه ما بين آه بعد الثانويه لين ما انا استلمت شهادتي اللي هي البكالوريوس. آه صقلت عندي العديد من المواهب الصراحه الجامعه. آه على سبيل المثال آه المواهب البحثيه يعني كيفيه اقامه البحوث العلميه بشكل منهجيه علميه يعني آه انا قمت مع جامعة بنشر دراسه عن آه اثر آه التعليم الاقتصادي في الحد من افه التضخم وتحقيق رؤيه قطر 2030 فصار في ربط بين هذه الامور بين الجانب التربوي والعلم الاقتصاد ايضا كان لي عده منشورات في الصحف القطريه المحليه عن تحليلات اقتصاديه مثلا على سبيل المثال اخرهم كانت عن توقعات اقتصاديه لعام 2024 تكلمت عن امور ثانيه بعد عن ازمه الديون العالميه واثرها على اقتصاداتنا المحليه اللي هي دول الخليج العربي ومنطقه المنطقه العربيه ايضا كان لي بعض المنشورات ايضا والتحليلات بخصوص الأثر السياسه النقديه على الاسواق المحليه بما فيهم قطر على سوق العقار وسوق الاسهم فكل هذه يعني مواهب جات الصراحه ونمتها عندي الجامعه آه بالنسبه لو نتكلم عن مثلا الصعوبات اتوقع آه ان كانت ابرز الصعوبات اللي هي بدايه الحياه الجامعيه ان منهجيه كيفيه كتابه التقارير خاصه بعد في اول سنه جامعة لان كان في المدرسه كان التركيز اكثر شيء على الامتحانات، يعني فايش اللي صار؟ صار نوعا ما يعني في اختلاف عندنا في نظام الدراسه وكيفيه كتابه هذه النوع من التقارير، لكن مع الوقت صار اصبح شيء معتاد. نعم، يعني, مم. يعني مم. اخوي محمد خلنا نختم معك بسؤال، وشنو طموحك المستقبلي ان شاء الله؟ شنو اللي ناوي تحققه بالمستقبل ان شاء الله؟ لو جينا نتكلم الصراحه السؤال يعني جدا جميل. لو جينا نتكلم عن هالموضوع هو بصراحه يعني لا شقين للامانه شق على المستوى الشخصي وشق على بلادي لو جينا نتكلم على الشق على المستوى الشخصي اللي هو انا استفيد ما تعلمته من خبرات ماليه واقتصاديه ان انا اجي اجي واطبقها على مستواي على على يعني مثل ما تقول صعيد شخصي كيفيه اداره الاموال والاستثمار وش اسمه والاستفاده بهذا المال في يعني في مناعمات الحياه الامر الثاني م. اللي هو الالتقاء ببلدي اقتصاديا واني افيد بلدي بهذه الخبره اللي انا اكتسبتها في هذا المجال فيعني تشمل الاثنين الله يعطيك العافيه يعني. قدها يا محمد الله, يزاق الله, يزاق الله يزاق يعني. يعطيك العافيه خلونا يعني كلمه ختامة توجينا حق كل من وقف معاك خلال فتره دراستك رساله توجينا ايضا حق خواتك الخريجات بكره باذن الله وايضا اللي قاعدين يدرسون وبيخلصون ان شاء الله من الجامعه اللي يعني أو اللي ودي أقولها حق اللي قاعدين يدرسون إن هي كلها فترة وإن شاء الله بتمر بسرعة أصلا يعني ما حنحس فيها وإن الصراحة الحمد لله إن الكل وقف معي من هالي من خواتي من أمي وأبوي فالحمد لله يعني الحمد لله وتستاهلين ومبروك ومبارك لك ان شاء الله بكره بعد بعد حفل التخرج دكتور عمر في رساله اخيره توجهها للطلاب اللي موجودين ومقبلين على حياه جديده من ناحيه من ناحيه مهنيه وايضا الطلاب اللي موجودين في الجامعه ويدرسون حاليا ان شاء الله ومقبلين على التخرج. بالنسبه للطلاب الطلاب اللي اللي تخرجوا الان هؤلاء الطلاب يعني الان خلصوا من العلم النظري الان جاء دور العلم التطبيقي، دخلوا معترك الحياه وهم مؤهلين بما فيه الكفايه ان شاء الله لانهم يعني يتميزون كما تميزوا في الدراسه ان يتميزوا كذلك في الواقع العملي وللطلاب اللي ما زالوا في في مقاعد الدراسه يعني نحضهم على 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 الاستمرار وعلى وعلى العمل وعلى ان يعني يحتذوا بهؤلاء بهذه النماذج الطيبه المتميزه. بانهم ان شاء الله يصلون اليهم ولهم جميعا نقول يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنه يعني يكون دائما في تطور وفي تميز دائم ان شاء الله كل الله شكر لك الدكتور عمر عثمان الخطيب عضو هيئه تدريس بالجامعه قسم العقيده والدعوه كليه الشريعه والدراسات الاسلاميه وعريف حفل البنين كل الشكر لك وايضا الشكر موصول الى الطالب محمد العمادي خريج امتياز مع مرتبه الشرف الاولى والاول على تخصص الماليه والاقتصاد والطالب ايضا لولوا البرشيد الطالبة المتفوقة في كلية الاقتصاد كل الشكر لكم على تواجدكم معنا يعطيكم العافية <applause> العافية <applause> <العفو تصفيق> ما قصرتوا إذا مشاهدينا كلام مثل ما نشوف هذه النماذج المميزة صراحة المتفوقة في جامعة قطر وأيضا في جامعاتنا الموجودة في دولتنا حبيبة قطر نبارك لهم وأيضا هذا الأسبوع راح يكون مليء بالإنجازات وحفلات التخرج فنبارك للجميع ضمن خطة دولة قطر لترسيخ مفهوم الاستدامة وتعزيز التنمية البيئية كركيزة من ركائز رؤيتها الوطنية 2030 دشنت وزاره المواصلات وبالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي الدفعه الاولى من الحافلات المدرسيه الكهربائيه، وتهدف هذه الخطوه الى التحول الشامل والتدريجي لمنظومه حافلات كهربائيه بنسبه 100% بحلول عام 2030، المزيد من التفاصيل نشوف معاكم هذا التقرير. للاستدامة طريق يتطلب جهدا وعمل. بيئة نظيفة محصلتها صحة أفضل. دولة قطر رسخت مفهوم الاستدامة وجعلته ركيزة من ركائز رؤيتها الوطنية 2030. فهي ماضية في تطبيق ذلك النهج في شتى قطاعات الدولة. ولأن جيل اليوم مستقبل الغد دشنت وزارة المواصلات وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الدفعة الأولى للحافلات المدرسية الكهربائية. خطوة تحقق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة في سعي للتحول الشامل والتدريجي لمنظومة حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية بنسبة 100% بحلول عام 2030. وضمن حملتها الشاملة لتعريف أطفال المدارس بالتنقل الكهربائي. ستطلق شركة مواصلات كروان مشروع تشغيل تجريبي للحافلات المدرسية الكهربائيه خلال هذا العام الدراسي وتتميز هذه الحافلات بخصائص امن اضافيه متوافقه مع اعلى المعايير الدوليه الى جانب تطبيقها لاحدث التقنيات العالميه فهي مجهزه بخاصيه ضمان السائق لعدم ترك اي طفل داخل الحافله بالاضافه الى كاميرات مراقبه داخليه وخارجيه وتنظيم امن لمقاعد الركاب ووجود منفذ طوارئ ورؤية واضحة للسائق والركاب، كما تحتوي الحافلات على نظام إطفاء حرائق آلي وتكييف عالي الجودة والأداء، وقفل أمان على الأبواب مع نظام استشعار. كما توفر صناديق الإسعافات الأولية وأجهزة استشعار للمحرك ونظام الحساسات الخارجية، إلى جانب نظام تتبع مواقع الحافلة عبر تقنية جي بي إس، ونظام مراقبة أداء السائق. حياكم الله مشاهدينا من جديد يحضرنا في هذا المقام كلمه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى قد اثبت شبابنا في السنوات الماضيه انهم اهل عزم وعزيمه يستوعبون روح عصرهم ويدركون ضروراتهم ادراكا عميقا ويواكبون كل جديد فيه بل ويساهمون بفكرهم الاصيل في التجديد والابداع. ومن هنا جاءت فكره برنامج المحاكاه للشباب والقيادات الواعده مع مجلس الشورى الذي نظمه مجلس الشورى لخلق جيل من الشباب الواعد المؤمن بمستقبله ليخدم دينه ووطنه وقيادته لمزيد من التفاصيل عن هذا البرنامج في نسخته الثالثه يسرنا ان نستضيف السيده فايزه الكعبي وهي مدير برنامج محاكاه جلسات مجلس الشورى حياك الله معنا مساك الله بالخير الله والسرور يا مرحبا حياك الله اخت فايزه يعني اليوم لما نتكلم عن هذا البرنامج برنامج محاكاه جلسات مجلس الشورى لو نتكلم على شنو مثلا على ماذا تعود مثل هذه المشاريع بالنفع على المواطن القطري مثل هالمشاريع مشاريع المحاكاه وغيرها من المشاريع تعود بالمنفعه على المواطن م -م. القطري الشاب من ناحيه تطوير مهاراته وقدراته ورفع نسبه وعيه بما يدور حوله بالاخص فيما يخص عمليه صنع القرار في الدوله جميل. يعني اخت فايزه ممكن احنا في البدايه يعني نعرف انا يمكن قريت برنامج محاكاه جلسات مجلس الشورى قعدت افكر شنو هذا البرنامج فممكن احنا نشرح للمشاهد شنو معنى المحاكاه اللي ممكن يسوونها كل المنتسبين معاكم المحاكاه بشكل مبسط احنا ناخذ مجموعه من الشباب بعد ما يمرون بمرحله مقابلات واختيار دقيق ونسوي لهم عمليه تدريب مكثف مدتها تقريبا اسبوعين وبعدها نعطيهم احد المواضيع اللي تهمهم كشباب ونوديهم مجلس الشورى يحاكون الواقع البرنامج التدريبي مفصل وياهلهم ان يخوضون التجربه كاحد اعضاء مجلس الشورى ويناقشون التحديات اللي تواجههم جميل وكيف كان اهتمام مجلس الشورى اكيد مثل هذه الافكار الواعده بصراحه اهتمام مجلس الشورى كان كبير مش بس في هذه النسخه من بدايه ما انطلقت الفكره، النسخه هذه النسخه الثالثه فيها ولكن هم كانوا مهتمين فيها من بدايه ما طرحناها عليهم للامانه ما قصروا وقدموا الكثير ليضمن لنا نجاح هذا البرنامج وبالاخص جانب التدريب بالاضافه الى انهم اتاحوا الفرصه للشباب لتنفيذ المحاكاه في مقر المجلس وهاي كان الحافز الكبير للشباب خصوصا م. ان كانوا هم يشوفون مثل هذه البرامج في الدول المجاوره فمتحمسين انهم إن هم يحضرون في المجلس ويخوضون التجربه. جميل, جميل. اليوم عدد الشباب والشابات والبنات اللي مشاركين في هذه الجلسات كم وصل؟ انت قلتي ان في اختبارات تصير على اساس ان تختارون صحيح. ف... كم اخترتوا على اساس ان يطبقون هذا الشيء؟ احنا اخذنا العدد اللي هو الصحيح اللي هو 45 مشارك وحاولنا على قد ما نقدر نحن نرضي الطرفين وان تكون الاعداد بينهم متساويه تقريبا. جميل جميل، طيب اللي حاب انه مثلا يقدم ويشارك في هذه او هذا البرنامج شلون مثلا يتم التقديم وشنو المتطلبات للتسجيل؟ كانت طريقه التسجيل عن طريق رابط تم نشره خلال من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصه بوزاره الشباب بالاضافه الى ان الشباب اللي شاركوا في النسخ السابقه حفزوا زملائهم وربعهم واهلهم والحمد لله تلقينا عدد كبير من الطلبات فاقت صراحه توقعاتنا ولكن كان عدد الطلبات الصحيحه اللي اخذنا فيها تقريبا حوالي 120 طلب مشاركه واجرينا المقابلات خلال الثلاثه ايام الماضيه واخترنا يعني العدد المطلوب اللي هم 45 يعني بديتوا ولا للحين البرنامج التدريبي راح يبدا ان شاء الله من الاسبوع الجاي حلو شنو هي اهم الافكار اهم البرامج اللي انتم تدربون المشاركين عليها من خلال وجودهم معاكم بما انها هي مشاركه لمحاكاة لجلسات مجلس الشورى فالتدريب راح يكون مكثف في هذا المجال، راح يفهمون اليه عمل المجلس، الترشح، الانتخاب، اللجان، طريقه المناقشه راح يكون فيها تفاصيل كثيره من هالناحيه بالاضافه الى زيارات راح تكون ان شاء الله من قبل الساده اعضاء مجلس الشورى آه في من ضمن ايضا البرنامج التدريبي راح تتاح الفرصه للشباب المشاركين انهم يحضرون احد جلسات المناقشه العامه في المجلس. جميل جميل وشلون كان انطباع اعضاء مجلس الشورى بالمشاركين في هذه النسخه الثالثه؟ بالنسبه للنسخه الثالثه هم لحد الان ما التقوا فيهم هم ان شاء الله راح يبدا البرنامج التدريبي لها الاسبوع الجاي. آه ولكن كان في في النسخ السابقه كان في زيارات من الساده الاعضاء وكان حافز كبير للشباب كانت يعني جلسات حواريه مفتوحه استفادوا منها الشباب، خذوا توجيهات م. من الساده الاعضاء، والساده الاعضاء اثنوا بعد على اداء الشباب وعلى العقول اللي راح تساهم في عجله التنميه في دوله قطر. يعني صح. احنا حلو ان احنا نشوف الشباب مهتمين في هذا المجال ويسجلون ويشاركون ويجربون هذه التجربه لان ممكن في يوم من الايام هم يكونون اعضاء في مجلس الشورى، فشيء مهم انهم تكون عندهم الخلفيه، المواضيع اللي تطرح، الامور اللي يتكلمون عنها كيفية مناقشة هذه الأمور اليوم نبي منك كلمة تشجيعية توجهينها للمشاركين والمشاركات في هذا البرنامج وشنو تقولين لهم بالتأكيد أشجعهم أنهم يشاركون في مثل هذه البرامج اللي بتزيد من قدراتهم ومن امكانياتهم وبترفع نسبه وعيهم وبتساهمهم بتساعدهم يعني بتعطيهم معلومات وخبرات اكثر ومثريه اكثر في بالذات فيما يخص في مسيرتهم المهنيه هم محتاجين يعرفون طريقه صناعه القرار عندنا في الدوله فاكيد احثهم وشجعهم المشاركه بالذات اللي محالفهم الحظ في شباب كثير زعلانين انه ما قدرنا ناخذهم للاسف بسبب يعني محدوديه العدد ولان في دكاتره من الجامعه حفزوا طلابهم انهم يشاركون وهذا شيء فاجانا من خلال المقابلات وفي بعد عدد من الساده الاعضاء جزاهم الله خير بعد حفزوا الشباب انهم يشاركون فبالعكس هو بالنسبه لنا شيء ايجابي ونرحب فيهم ونحثهم انهم يشاركون في النسخ القادمه. اكيد شعر. عندهم شعر. وقت لما يستعدون اكيد للنسخ بالنسبة. الجايه، كل الشكر لك سيده فايزه الكعبي مدير برنامج محاكاه جلسات مجلس الشورى، كل الشكر لك. العافيه. يعطيك العافيه، ما قصرت اذا مشاهدينا الكرام يعني شيء جميل ان احنا نشوف مثل هذه المبادرات ومثل هذه البرامج اللي تدعم الشباب و تجعلهم من صناع القرار لان مثل هذه البرامج تخلي الواحد عنده كلمه عنده راي عنده هدف يحب أن يوصله فنتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق اكيد بالتوفيق للجميع مشاهدينا خلونا نطلع فاصل وبعدها نرجع نواصل باقي فقراتنا حياكم الله مشاهدينا الكرام، سعيا من جامعة قطر لنشر المعرفة والعلم والارتقاء بالرعاية الصحية للمرضى، أعلنت إدارة التطوير المهني المستمر في القطاع الصحي بجامعة قطر عن البدء بسلسلة من الدورات والندوات التعليمية افتراضيا عبر الإنترنت. وتستمر هذه الحملة التثقيفية على مدار خمسة أسابيع بالتعاون مع مؤسسات مؤسسات علمية كمؤسسة حمد الطبية ومركز تنمية الطفل لذوي الاحتياجات الخاصة، الحديث بتفاصيل هذا الموضوع اكيد يسرنا نستضيف الدكتوره شهد الامين باحثه في كليه الصيدله بجامعه قطر حياك الله معنا مع دكتوره ومساء الخير. مساء النور بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد الاشرف المرسلين شكرا قناه قطر وبرنامج حياتنا على الاستضافه وعلى تسليطكم الضوء على الصراحه يعني موضوع بالاهميه دي. اكيد يعني اليوم ما احنا نتكلم عن قطاع الصحه في جامعه قطر شنو اللي دفع هذا القطاع لاطلاق مثل هذه السلسلة اللي راح تستمر إلى خمسة أسابيع عبر الإنترنت صحيح بداية برنامج التطوير المهني المستمر في جامعة قطر موجه للعاملين في مجال الصحة وزي ما تفضلت هو تابع للقطاع الصحي في جامعة قطر بطبيعة الحال القطاع الصحي بقيادة الأستاذ الدكتورة أسماء الثاني نائب رئيس الجامعة للعلوم الصحية والطبية بيسعى دائما أنه يساهم في تطوير وتحسين مستوى الرعاية الطبية في دولة قطر وعشان كده برنامج التطوير المهني المستمر بيستمر في بتقديم برامج وفعاليات تعليمية بتكون بتغطي حاجات القطاع الصحي في في الدولة جميل. ومن هذا المنطلق نحن صممنا السلسلة دي اللي هي بتركز على اضطراب طيف التوحد وزي ما تفضلت بتستمر لمدة خمسة أسابيع بدأنا الحمد لله يوم 24 أربعة وفي استمرار بإذن الله كمان عندنا لسه ندوتين الى يوم 22 خمسة ان شاء الله. جميل جميل الله <applause> يعطيكم العافيه وبالتوفيق ان شاء الله، يعني نشوف من خلال هذا البرنامج او هذه السلسله طبعا نشوف العديد من التعاونات مع مؤسسات علميه مثل مؤسسه حمد الطبيه، مركز تنميه الطفل لذوي الاحتياجات الخاصه، يعني لو نتكلم عن الاهداف الرئيسيه لهذه الندوات وشلون ممكن تساهم في دعم الشهر العالمي للتوحد. طبعا الهدف الرئيسي كانت رؤيتنا ونحن بنصمم الفعالية دي هو أن نحن نوفر منصة للتفاعل ما بين المشاركين وما بين خبراء في مجال اضطراب طيف التوحد ومن خلال المنصه دي حبينا انه نحن نناقش اهم الجوانب المتعلقه باضطراب طيف التوحد بدايه من التشخيص الى العلاج الى استراتيجيات اللي نحن ممكن نتبعها عشان نحسن تجربه الافراد على الطيف ما بس في القطاع الصحي في المجتمع بشكل عام جميل. وانا اقول المجتمع لانه حتى لو كان تركيزنا على القطاع الصحي وعلى النظام الصحي نحن نحن ندرك مدى تاثير العاملين في القطاع الصحي على المجتمع ندرك إنه هم الاستفاده اللي حياخدوها من سلسله زي دي بتاثر كمان على محيطهم سواء زملائهم في العمل سواء المرضى سواء حتى اهلهم في البيت وان شاء الله نحن يعني كلنا نقدر نشتغل انه نكمل ونعزز جهود قطر الموجوده مسبقا على اساس انه نوصل لمجتمع يكون اكثر تقدير للاختلاف أه يدي فرص متساويه اكثر للافراد على طيف التوحد ان شاء الله يعني اليوم احنا نشوف بان مثل هذه الندوات ليست فقط خاصه من منهم في المجال الطبي ولكن للجميع الكل ممكن انه يدخل الكل ممكن انه يستفيد خصوصا في موضوع التوحد وطيف التوحد اليوم انتم اخترتوا هذه المواضيع بناء على كثرة مثلا اللي متعرضين لمرض طيف التوحد او مثلا هي اكثر المواضيع اللي منتشره ممكن ان تركزون عليها آه دي نقطه مهمه جدا آه في مركز التطوير المهني نحن مهم جدا انه اي برنامج او فعاليه تعليميه تكون مبنيه على حاجه القطاع الصحي م. عشان كده نحن بنعمل حاجه آه ما يسمى بدراسه حاجه من خلاله بنقدر نتعرف على المواضيع اللي هي فعلا العاملين في القطاع الصحي محتاجين انه يطوروا نفسهم فيها، حتى الدراسه دي يعني عملناها على عده مراحل ومن خلاله وصلنا ل يعني مجموعه من النقاط قسمناها على الخمس ندوات. جميل جميل ومن خلال هذه الندوات اكيد انها تخدم مثل ما ذكرتي تخدم المجتمع ككل، فشلون ممكن هذا هذه الندوات تسهل التفاعل بين الخبراء وايضا المشاركين في هذه الندوات وشن هي الطرق اللي تستخدمونها لقياس اكيد تاثير هذه الندوات على المشاركين بالنسبه للتفاعل صراحه دي كانت من من اهم النقاط يعني كانت جزء من رؤيتنا للسلسله خلال تنظيم <applause> هذه السلسله آه وعشان نحن آه نقوم بزياده فرص التفاعل آه اول حاجه اتاكدنا انه آه نصمم السلسله على اساس انها تكون عن بعد من خلال منصه ويبكس على اساس انه اكبر عدد من المشاركين يقدروا انهم يستفيدوا معنا، وثاني حاجه حتى في تصميم آه تقسيمه الوقت في الندوه يعني هي الندوة عبارة عن ساعة مم. بس أغلب هذه الساعة نحن بناخدها استقبال للأسئلة من الجمهور آه ونحاول يعني أن آه نناقش أكبر عدد من من هذه الأسئلة خلال الندوة. الناس يحبون يسمعون ويأخذون المعلومات ولكن يحبون أن تكون يكون فيه تفاعل بين الملقي والمحاضر صحيح. وبينهم، فشيء جميل ان انتم تاخذون الاسئله وشيء جميل ان احنا نشوف هذا التفاعل اللي بين المحاضر وبين المشاركين فيكون فيها تفاعل اكثر، اليوم ممكن ان كونها عبر الانترنت، هل في تحديات مثلا واجهتوها لتنظيم هذه الورش، لادخال المشاركين معاكم في هذه الورش؟ يمكن من ناحية أنه هي عبر الإنترنت الحمد لله يمكن مع فترة كوفيد نحن كنا يعني بالفعل عملنا اه بعض الورش، الكثير من الورش والكثير من البرامج عبر الانترنت مسبقا، بس يمكن اكبر تحدي واجهنا خلال التنظيم كان كم المواضيع وكم الجوانب اللي نحن ممكن نغطيها خلال الورشه، وعشان كذا نحن بذلنا جهد ووقت كبير جدا في اللي هي مرحله التخطيط ومرحله دراسه الحاجه، وعملناها على اكثر من مرحله، بديناها اول بمراجعه نتائج دراسات ومؤتمرات واستراتيجيات محليه، وبعدين تبعناها ب استبيان صممناه خصيصا بس عشان نسمع من العاملين في مجال الصحة انه شنو الاحتياجات اللي هم شايفين انه محتاجين انه يطوروا نفسهم جميل فيها جميل جميل الله يعطيكم العافية وصراحة جهود تشكرون عليها صراحة الدكتورة شاهد اليوم لما نتكلم عن خطط قطاع الصحة في جامعة قطر لمواصلة اكيد دعم الوعي بالتوحد بعد انتهاء الشهر العالمي للتوحد وشنو هي الخطط المستقبلية ايضا الله يخليك يمكن اسهل طريقه اجاوب فيها على السؤال ده انه دي هي البدايه فقط نحن حاليا الحمد لله يعني عدينا يمكن نص السلسله وان شاء الله لسه مكملين الاربعاء يعني كمان عندنا ندوتين كل اربعاء الساعه 12 ظهرا آه بس آه لسه يعني يعزم المركز انه هو يقدم ورش اخرى يقدم برامج اخرى تعليميه وتدريبيه آه تركز على اضطراب طيف التوحد مم. وزي ما تفضلت نحن يعني نحن سعيدين انه خلال السلسله دي آه قدرنا نحن نتعاون مع اكثر من عشرين آه اكثر من 20 آه خبير في اضطراب طيف التوحد من مؤسسات حمد الطبية سدرة للطب مركز تنمية الطفل لذوي الاحتياجات الخاصة وأكاديمية ريناد وجامعة حمد بن خليفة ومن خلال العلاقات دي نحن ان شاء الله على امل ان نحن نقدر نصمم برامج تطبيقيه اكثر وتخصصيه اكثر في المستقبل ان شاء الله <تكلم> باذن الله دكتوره اليوم باقي مثل ما قلتي جلستين صح باذن الله هل في مجال ان الناس يشاركون معاكم خلال هذه الجلستين ولا الناس سجلوا يعني هل اذا كان في مجال شلون طريقه المشاركه طبعا طبعا لسه التسجيل مفتوح بالنسبه للعاملين في القطاع الصحي او اي شخص حابب انه هو يشارك في النقاش بيقدر يسجل من خلال موقع اللي هو المركز التطوير المهني او السي بي دي بالاضافه الى ذلك هي الاستفاده ما زي ما تفضلت لا تقتصر فقط على العاملين في القطاع الصحي وعشان كذا نحن كمان بننقل الندوات على قناه يوتيوب بتاعه القطاع الصحي في في جامعه قطر جميل جميل الله يعطيك العافيه الله يخليك. دكتوره شهد الامين باحثه في كليه الصيدله بجامعه قطر كل الشكر لك على تواجدك معنا اليوم نتمنى لكم اكيد التوفيق شكرا جزيلا يعطيك العافيه لان مشاهدينا الكرام مع هذه الفقره المميزه وصلنا معكم لنهايه حلقه اليوم نجدد المباركه لكل من تخرج اليوم واكيد نبارك لخريجين جامعه قطر وكل الجامعات الموجوده في دوله قطر مبروك ونذكر ونقول بان هذه مجرد البدايه لحياه مهنيه حياه ان شاء الله جميله باذن الله تكون لكم مبروك لكم التخرج اكيد نبارك لكل الخريجين والخريجات ونتمنى لهم اكيد التوفيق في حياتهم العمليه ونشوفكم ان شاء الله بكره في نفس الموعد من الساعه 7 لين الساعه 8 وحين نقول مع السلامه <laughs>